بما انه رانا في شهر رمضان المبارك راح نديركم تحليه بسيطه مقاديرها في متناول الجميع. نبدأ بسم الله بالمقادير. هذه التحليه تجيب الفلون تاع الفريز وتجيب الفريز. عندنا فيها اطرو تاع حليب، فريز مقطع مكعبات، مغرف ونص مايزينا، مغرف ونص كبيره، والفلون تاع الفريز 100 غرام، وكاس تاع بودره الشونتيي ولا 130 غرام، والارون تاع الفريز. نبدا بسم الله بالطريقه. غادي نخلط بارد في بارد قبل، عاد من بعد نطيبه. نجيب هذاك اطرو تاع حليب بارد، نزيد معاه 100 غرام تاع فلون تاع الفريز، نزيد المايزينا، قلت لكم مغرفه نص كبيره، نخلط بارد في بارد، بعد ما خلطتها بارد في بارد درك نشعل عليها النار ونقعد نحرك فيها ما نحبسش. فيها مايزينا، كنت متحبسي تترسب في القاع حتى يغلي لك هذاك الخليط. صادوك غادي نطفي عليه، راه فار هذاك الحليب. نزيد له لارون، اختياريات نجمي ديريها تنجمي مديريهاش، انا غير باش تزيد تعطيني شويه الكو واللون تاني باش يتفونس. غير شويه متكتروش، خلط نخليه يبرد مليح. كي يبرد ندخله في الفريجيدير باش يجمد لي هذاك الفلون ونعاود نولي لكم. بعد ما يبرد لي هذاك الفلون جمد لي، دوكا غادي نزيد له كاس تاع بودرة الشونتيي، غادي نطلعهم مع بعض. نجم ديرهم في البيتخه، اذا ما عندكش طلعيهم في طلعيهم بالباتر. نزيد هذاك الكاس ولا 130 غرام، نطلعهم مع بعض. بسرعة تكون ثقيلة ومن بعد تزيد ليها. نخلي هذيك الكريمة تطلع، وراني جبت لي فيغين اللي غادي نقدم فيهم، وعندي هذاك الفريز تاع قبيلة. دوكا غادي نعمر ندير كطبقة أولى نديرها فريز مقطع مكعبات. بعد ما تخلصت لي هذه الكريمه شوفوا كي جات، شوفوا
عندي بوش تاع بلاستيك غادي نعمر فيها غير باش ما نوسخش الكيسان تاعي. نجمي تعمري بالمغرف نورمال باش تجيني خدمه مزقونه. درت هذه هيا عملتها في لابوش. دوكا نبدا نعمر فيهم. بعد ما عمرتهم كاع دوكا غادي ندير لهم هذه الطريقه بيجي السطح متساوي. ندخلهم فريجيدير يبردوا، ديرهم في الكونجيلاتور باش يشدوا رواحهم مليح على الاقل ساعه. نديكوريهم شويه فريز من الفوق ونعاود نوليكم تشوفوهم في صحن التقديم ان شاء الله. هوا الديسير بعد ما برد، الديكور يبقى اختياري على حساب ما عندك. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ونتمنى تجربوها. ما تنسوش تدعموني بجيم وكومونتير، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.